ثواني. ده موقع بترفع اي صورة، ولو في اي جزء عايز تشيله تعلم عليه يشيلولك. عايزين نختار صورة، وليكن مثلا الصورة دي باتية، تمام. نبدأ نشيل ايه، نشيل مثلا الجزئية ديت. مجرد تعمل بس كده سيلكت على الحاجة اللي انت عايز تشيلها، هو شال الجزء اللي في النص دوت. تعال نعلم الجزء ده كله. شاله خالص. هنا مثلا عايز اشيل الحتة دي كده، ممكن نشيل مثلا الشخص ده، هو في الذكاء الصناعي بقى بيوزع الإنارة ووزع الحاجات دي عشان ايه يشيلها بشكل كويس. في الآخر مش هنسيب غير هيباتيا. طيب نشيل الراجل ده برضو.